ارفعوا رجولكم، ارفعوا ارفعوا ارفعوا. نزلوا، تمام. ارفعوا رجولكم تاني بسرعة. لا خلاص، نزلوا رجولكم، نزلوا. سرحانين في اللعبة لدرجة انهم بيسووا كل اللي بقوله. درغام، حط رجولك في وجه فلافيلو يضحكوا. تمام تمام، شيل شيل شيل، كافي. جد انا ماني مصدقتكم، مستسلمين للعبة بشكل فظيع. انا ماني فاهمة هم ليش مركزين كذا، محسسني انهم رح ينقذوا العالم. خلصنا اللعبة، ايش اللعبة الجاية؟ حنلعب الجزء الثاني من لعبة الانتقام من كوكب المصارعين الاشرار. يلا جيبها. لعبة كوكب المصارعين الاشرار. ارجوني، انا خلاص صرت ضحية التنظيف. فلافيلو، ايش بتسوي عندك؟ برسم حاجات على الجبس. قصدك ان هادي انا؟ شفتي، طلعت شبهك بالضبط. انت عارف ايش المشكلة؟ ان الضيوف جايين بكرة وانا لسه ما خلصت تنظيف ورجولي تعورني، ايش حنسوي الحين؟ لازم احد فيكم يكمل تنظيف. اتأخرت على المدرسة، باي باي. وانا لازم اروح لانه عندي مشوار ومو متذكر فين. وانا كمان لازم امشي عشان اروح واعمل بلا 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 بلا. تقول رايح تسوي ايش؟ يا فاتنا، احنا تلاتة سكر نباتة، احنا تلاتة حاجة شربتاتة. بابا، ما بيجي احد غيرنا. ايش رايك العنود تنسي التنظيف الحين بس؟ خلاص صرت أكره أشوف السطل أو المساحة. أنا نفسي كل المساحات والجرادر والمكانس اللي حولنا تختفي من العالم كله. واو، السماء تمطر. يلا ندخل جوا الحين. يا سلام، انحبسنا برا. يلي جوا، افتحوا الباب يا جماعة، افتحونا الباب. شوف هادي. استنوا شوية. دوز دوز. شوف هادي. استنوا شوية. جدني فكرة حلوة، احنا نرمي الحجر على القزاز عشان يسمعونا ويفتحونا. انت اذكى ولد، يلا بسرعة. استنى يا بابا، هذه مرة كبيرة. انا فين؟ اخر شيء اتذكره ان في شيء طاح على راسي وجالي اغماء. مين هذول؟ هاي انظروا، هناك شخصان، امسكوهم سريعا. جايين يساعدونا. هاي احنا هنا، احنا هنا، احنا مو هنا، احنا مو هنا. امسكوهم، اركض يا ابني، امسكوهم سريعا، امسكوهم. الآن سنذهب إلى القلعة حتى نقدمهم هدية للرئيس غوريلا. ما هذا؟ الكل يقف سريعاً! ماذا يحدث؟ هذا هناك! ماذا رأيت؟ رأيت ما لا يراه أحد. انظروا، وجدت موز كثير جداً. أوف! هذا حلو جداً! أنا لا أتحمل! هجوم! اجروا بسرعة! ما هذا الموز الغريب؟ غريبة، لما لا يؤكل؟ أنا لا أفهم. موز لعبة؟ يا خسارة، بلاستيكي الصنع. يلا بنزين واجري، اجري! تمام كده، يبقى بعدنا عنهم جدا. انا تعبان.
الشارع ليش صار شكله كذا؟ وأنا ليش ماني متذكر أي شيء؟ كل حاجة بدأت بعد ما انتوا اختفيتوا على طول، بعديكوا كل المساحات والجرادل والصابون اللي حوالينا اختفوا، ومن ساعتها والدنيا مش نظيفة كده. احنا صارنا قد ايش مختفيين؟ تقريبا هما يومين بس. يومين؟ الدنيا تحولت لهذه الحالة في يومين؟ دقيقة واحدة بس، بيتنا فين راح؟ تادا، هناكل من هذا مرة تانية. هدول يومين بس، أبغى أعرف كيف كل الأكل اللي في البيت خلص. هو كان في أكل أصلاً، طيب ليش ما حد قال لي ساعتها؟ بابا وليث جم. طيب فين ماما؟ ماما اختفت هي كمان يا جماعة بعد ما أنتوا اختفيتوا. يلا يا حبايبي، طبخت لكم كوتش كفر. يعني ايش اللي صار لجدك؟ صار غريب من ساعة ما اختفيته، وصار يطبخ اشياء غريبة. يعني هذا اسمه كوتش على البخار. يلا يا شباب، ايش بكم؟ انتوا ليه واقفين كده؟ تفضلوا. يا دي الحظ، هذول وصلوا لنا. خلاص يبقى نهرب بسرعة. لا، ايش حنسوي؟ يلا اخرجوا من الباب اللي ورا وانا راح اخرهم. المفروض إني عطلكم شوية، وعشان كده راح أقول لكم نكتة مرة حلوة حتعجبكم. كان في مرة اتنين قاعدين على قهوة، واحد قال للتاني هم خرجوا من هنا من هنا. كيف رح نهرب من هنا بدون سيارة؟ عندي فكرة عظيمة. يلا نركب الدودة العملاقة، هي اللي هتنقذنا. هي دي ما كانتش فكرتي، بس دي فكرة منطقية قوي. منطقية أكتر؟ انتوا ايش صار لكم يا جماعة؟ ايوة، ولازم تسمع كلامنا. احنا الثنائي العظيم. كله يستعد بسرعة. هو اي حد فيكم يعرف ايه هي الطريقة اللي بننده بيها على الدودة العملاقة؟ هنرقص ونتنطط واحنا بنقول لومبا لومبا. انا كان في دماغي حاجة تانية خالص، بس اللي قلته ده يبدو انه منطقي اكتر. لومبا 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 لومبا. يلا بقى قول معانا يا عم درغام، ده انت هتنبسط قوي. لومبا لومبا، انا ليش اسوي كده؟ قوة الدودة. يلا يا دودة يا عظيمة، خرجينا من هنا بسرعة. ايوه يلا وصلنا يا بهوات، يلا كله ينزل. احنا متشكرين جدا يا دودة، لما نحتاجك هنندهلك. يلا ننقذ ماما عشان انا خلاص قربت اتجنن. شا شا شا. ماني فاهمة انتو كيف خربتوا وهرجلتوا المكان بسرعة كده. انا كان نفسي بس المساكين هذول يجلسوا في مكان انظف من كده، بس المشكلة ان المكان هنا ما هو راضي ينظف ابدا. سلمت يدك يا عنود هانم، اتعبناك معنا جدا، المكان من غيرك لا يطاق. ايش في هنا؟ ركزي يا العنود، انا درغام. درغام، انت وحشتني. هدي صوتك شوية. ما هذا الصوت المزعج؟ يا حارس تعال وانظر ما يحدث. انا حارس الممر يا زعيم، استدعي غيري. انت يا بني، لقد رن جرس الحصة. انتم ماذا تفعلون هنا؟ احنا بنبيع حلل، تحب تتفرج؟ ايوه، احنا شغلتنا اننا بنبيع شبابيك، تبص منها على بر. اسمعوا، هؤلاء من قدموا لنا الموز البلاستيك، امسكوهم سريعا. يا والي، يلا اركضوا بسرعة شوية. هيا امسكوهم سريعا، لا تتركوهم يهربون. المكان ليس نظيفا بما يكفي، امسكوا بالعنود لتنظفه. اهربوا. انا اسف يا العنود، كل اللي قاعد يصير هذا بسببنا. كيف يعني؟ لما خليتينا ننظف البيت تعبنا من التنظيف ومرة عصبنا، وتمنينا ان كل المساحات والسطول تختفي من الدنيا كلها. انا اسف عزيزتي، ارجوكي سامحيني. وانا كمان، سامحيني يا ماما. وانتي ما تسامحينيش يا عنود. يا ويلي، هدول مرة قريبين. درغام ايش حنسوي؟ انا عندي خطة مجنونة وحنفذها. دودة رح يجي هنا الحين وحينقذنا كلنا. شمبر 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 شمبر. استنى، ما تقولش كده ابدا. شمبر 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 شمبر. ايش هذا؟
فين دودة الكبير؟ ما أنا حذرتك يا ضرغام، كان المفروض ترقص وتقول لمبع لمبع، إنما شومبر شومبر هتزعلنا قوي. عنكبوت عنكبوت عزيزي ضرغام أنت كويس؟ أنا في البيت والبيت نظيف. أها. ماني مصدق، يعني ما في قرود هنا؟ ضرغام تجنن خلاص. هي وخروا بعده، لازم أنظف التراب. وخر وخر. لازم أنظف التراب. ما يصير أخلي تراب مرة تانية. ماما شوف بابا صار مرة غريب. عادي سيبيه ينظف وما حد يتدخل. يلا نرقص ونقول لومبا لومبا والنادي على دودة. إيش؟ بضحك معك. بابا شكلك كده فوتت المدخل. أنا ما فوت شي يا بنتي، احنا ماشيين في طريقنا. تم تفويت المدخل، الدوران بعد 100 متر. لا يا أختي أنتي، أنا ما فوتت المدخل. لا بل فوتت المدخل. أنتوا ناس غريبة مرة. يا للحظ السيء، بطاريتي قاربت على الانتهاء. سيتم إغلاق النظام ويبدو أنكم لن تجدوا طريقكم، والآن إلى اللقاء. ايش ايش ايش؟ لا اياك تكفي اللي كده هنتوه. عايز ادخل الحمام بسرعه يا ضرغام. انا كمان جيعانه مره وانا عطشانه. بابا وقف في اقرب بنزينه تقابلك. لا يا ابني لسه دوبنا ماشيين من بنزينه، مو محتاجين اي شيء تاني. وانا مالي وانا مالي، عايز ادخل الحمام. انا يلا عطشانه خلاص. تمام تمام حدخل البنزينه اللي جايه. احنا داخلين على احلى بنزينه ممكن تشوفوها في حياتكم يا جماعه. لا تتمسخر يا فلفيلو، روحوا يلا بسرعه شوفوا ايش تبغون. اوه المكان هنا شكله مهجور من زمان. وسعوا، انذار احمر، فين الحمامات اللي هنا يا بابا؟ يلا يا بنتي نجيب اشياء ناكلها في الطريق. مع اني مو حاسه اننا راح نلاقي شيء هنا، بس يلا نشوف. اهو هنا اهو. ما بيفتحش ليه؟ انت ما بتفتحش ليه؟ دي حالة طوارئ محتاج لك. مكتوب ايه؟ مفاتيح الحمام ده موجودة جنب المخزن القريب من هنا. هو فين المخزن ده؟ اهو هناك اهو. المفتاح مرمي على الارض. المفتاح مش راضي يجي معايا ليه؟ ده مربوط في حاجة. ايوه مربوط في الدولاب. يعني مين اللي هيضيع المفتاح ده؟ ليه مربوط بالشكل ده؟ المهم أنا عايز أدخل الحمام، دي مسألة أولويات. تعال يا مفتاح أنا بحتاجك. أي كنا رح ننحبس في المكان هذا. ليش الباب هذا ما انتبه علينا؟ خليني أشاور له. ووهو ووهو. ها فتحها. أي ها إيش فيه؟ شوفي الأحسن نمشي. أي أخيرا دخلنا. هاي ما في أحد هنا ولا إيش؟ في أحد هنا؟ مو مهم، في البلاد الأوروبية بيسووا كده لحالهم أصلاً، وبعدين بيدخلوا يدفعوا تمن اللي أخدوه. يعني إيش الصعب في هذا يعني؟ إيوة إيش مكتوب؟ بنزين وموية. أحط بنزين للسيارة أكيد طبعاً يعني. الموية ما راح تمشيها. إيوة نحط هذا هنا بالشكل هذا. تمام. ها برافو علي. في الوقت هذا أغسل السيارة لأنها توسخت مرة. كمان عندنا شوية وقت حلوين. نغسل الأول من قدام. حلو مرة كده السيارة رح تبرق برق. أنا فارس الطراب. حار جدا حار جدا، لحقوني. أنا رجعت لنفس المكان ولا إيش؟ آسف أنت كويس ولا محتاج مساعدة مني؟ أنا في نفس المكان، في حاجة غلط، مو بقادر أطلع مني، مو بقادر أروح أبداً. إيش اللي بيصير هذا؟ يا ماما. أنا نجحت. أيوة دلوقتي أقدر أدخل حمام براحتي. إيه معطل إزاي؟ لا 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 أنا مش قادر أستحمل بصراحة. استحملوا أنتوا بقى، أنا داخل جوه. المية تروي العطشان. جاهزة يا بنتي ولا لا؟ جاهزة يا ماما. أول لما يفتح رح ننط بسرعة. تمام؟ تمام. قومي بسرعة يا بنتي. يلا يلا نمشي من المكان الغريب هذا. البنزينة هذه ما عجبتني أبداً.
ايوه بما اني خلصت ممكن اطلع من هنا. نسيت اشد السيفون بعد البلاوي اللي عملتها. ايه ده السيفون باي؟ درغام يلا نمشي من هنا بسرعه لابواب الجنه. مره احد فيكم شاف ضب اختفى مره واحده؟ اختفى فجاه. ايش تقولون انتوا كويسين ولا لا؟ هذا مو بنزين، هذه مويه. مويه؟ ايوه مويه عاديه. السياره كده عطلت، شكل السياره خربت كمان. رأيي نمشي حالا وبسرعه. ماشيين صار لنا 3 ساعات بس لسه ما قابلنا مكان فيه ناس. سيبك من هذا، كيف ما عدت ولا سيارة من جنبنا؟ مو غريب شوية؟ راسي هتنفجر، هتولع وطلع دخان، الجو حر قوي. في بنزينة قدامكم. ها امشوا امشوا، شكلنا وصلنا خلاص. ها مو هذه سيارتنا ولا ايش؟ ايش؟ كيف حصل كده؟ رجعنا لنفس المكان. أكيد يا بابا في تفسير منطقي لهذا. هطبخ لكم أكلة حلوة على راسي من فوق. يلا تفضلوا بقى. امشوا يا أولاد امشوا، يلا يلا نكمل، ما أبغى أوقف هنا ولا دقيقة واحدة. بعد مرور 3 ساعات خلينا نشوف إحنا وين وصلنا. رجعنا لنفس المكان تاني، إيش اللي بيصير هذا؟ طبخت كفتة على دماغي، تفضلوا معايا. فلفيلو ركز معانا أرجوك، ما تخلي عقلك يروح منك. تحب أزود لك صنوبر على الكفتة؟ شايفين زي الأنوار اللي هناك هادي؟ يا ويلي البنت خلاص مرضت، هادي لسه بتقول أنوار. إيوة إيوة في شي هناك. ها يا بنتي استني، وين رايحة؟ تعالي لهنا الأنوار. هادي 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 هادي. كده سفينة فضاء. ايش اليوم الغريب هذا؟ صدمة رهيبة. انا رعبت جوا، يمكن في علاقة بين السفينة واللي بيصير لنا. لو رزان دخلت جوا هدخل وراها، اشمعنى انا ما اشوفش يعني؟ انا مش كويس يا جماعة، يلا اقلقوا عليا. لقد تعطلت. كيفك؟ ايش بتسوي؟ هاي يا فضائي، ازيك يا كينج؟ دلوقتي بصي هحاول اتكلم بلغته يا رزان، ركزي وتعلمي مني. هاري جوري جوري جوري، بيلي بيلي بيلا، بيشي بيشي، داير داير. ماذا يقول؟ مالك خاص بي؟ انت عندك معلومة عن اللي بيصير هنا؟ كل ما يحدث بسببي، تركت كوكبي وتجولت في الفضاء بسفينتي لكنها تعطلت وسقطت خلف محطة الوقود هذه. تمام، بس ايش علاقة هذا بدوران الزمن اللي صاير؟ يلا جاوب بسرعة. الزمن في كوكبي يعمل بطريقة مختلفة، فالزمن نسبي من كوكب إلى آخر، لذا فهو يغطي سفينتي والمجال المحيط بها. كيف هذا يعني؟ ماني فاهمة شيء. سكان الأرض ليسوا جاهزين لفهم زمن كوكبنا. انت بتقول على مين سكان الأرض يا ابن انت؟ باختصار انسوا الموضوع تماما، مجال الزمني يغطي المحطة وما حولها وكيلومتر إلى 2 من المنطقة المحيطة بها، لذا فالزمان يتكرر ويعيد نفسه، وإذا لم أستطع الرجوع لكوكبي ستكون نهايتكم. مفهوم أم مزيدا من التوضيح؟ هذا مخيف جدا، مو معقول أبدا. كانت نزهة في غاية الروعة، كانت سفينتي تعمل بالطاقة الشمسية القريبة من كوكبكم. أحتاج لنفس الحرارة لأشحن بطارية السفينة وأغادر. لا أنت بتمزح، كيف نجيب طاقة كبيرة زي طاقة الشمس يا فضائي؟ عارفة فين حلاقيها؟ اعتمدوا عليا. ماذا؟ فعلا؟ من أين؟ لازم ننزل لطبقة الماجما المنصهرة تحت الأرض بكيلومترات، هي مو قد الشمس بس حرارتها كبيرة على حد علمي. نعم، باطن الأرض مثل بقية الكواكب الموجودة. صحيح تماما، لما لم أفكر فيها؟ ما صدق روحي. هذا هو الضب اللي كنت بقول لكم عليه. رجعت نفس المكان يا جماعة، أبي أطلع مني، لحقوني. يا للهول، فات الأوان بالنسبة له، ماضيه يطارده مرة بعد مرة. إيش هذا يعني؟ دخول مخلوقات أخرى غير نوعي في دورة الزمن غير صحي بالنسبة لها. كم مرة دخلتم دورة الزمن هذه؟ 3. إيوة 3. أنتم معرضون للاختفاء أو الهلوسة كما يحدث للضب أمامكم، لقد فقد عقله تماما. هناك 5 دقائق على انتهاء هذه الدورة. كيف ننزل لباطن الأرض في 5 دقائق؟ أنت تمزح. سهلة، في مقدمة السفينة جهاز للحفر، ولكني غير قادر على تشغيلها بلا طاقة. قد أستطيع تشغيلها باستخدام بعض الطاقة الحركية. إيش نسوي عشان نحل الموضوع هذا؟ بإمكانكم الرقص مثلاً. غالي والطلب رخيص. أوه المساعدة كده حلوة جداً، أنت كده شكلك جيت لي في الحتة بتاعتي. بيمزح يا عم فلافيلو، ما بيتكلم جد. أنا لا أمزح، فالحرارة المتولدة من حركاتكم ستكون كافية لتحريك سفينتي وبدء الحفر سريعاً.
أكمل يا صديقي، هيا هز هز بسرعة هز. أولي، هو ده الشغل اللي على أصوله. هوبي دي هوبي دي هوب. رائع، كيف استطعت تحويل الرقص لطاقة حركية؟ استمروا في الرقص بسرعة. طيب لو سمحت شغل لنا موسيقى نتحرك عليها. هيا أننا سننجح، لدينا من الطاقة ما يكفي لتشغيل جهاز الحفر وسنصل لباطن الأرض. لا تتوقفوا، آخر دقيقة للرقص. نجحنا، فلنأخذ عينة من المجمع بسرعة. بيقول 10 ثواني. إنها تمتلئ تمتلئ. هيا، تم شحن طاقة السفينة بنجاح. هيا بنا. عليكم الابتعاد عن السفينة وعني بسرعة. هناك حجرة طوارئ في مؤخرة السفينة، اذهبوا إليها. شكرا على كل شيء. الشكر لكم أنتم يا صغيرة، أنت ذكية ويجب أن تفخري بنفسك دائما. يلا خلنا نعود. أخيرا نجينا. كان يوم غريب مرة، صار لي كثير ما عشت مغامرة مرعبة زي هذه. أنا كنت خايفة مرة. المهم يلا على البيت على طول. يا مرحبا، الساعة في شيشتنا. تبون بنزين، حمام، غسيل سيارة أو أي شيء من السوبر ماركت، أنتم بس تامرون. أنا إيش قلت لهم يعني؟ أنا فين؟ أنا إيش اللي جبني الحمام؟ إيش ده؟ أنا ليش لابس البدلة في الحمام؟ وبدلة عرسي إيش اللي بيصير؟ عنود، يا العنود، اصحي يا هانم. ايش في يا درغام؟ في احد يصحي احد كده؟ عنود، عنود، ايش الملابس هذه؟ اية ملابس؟ ها، ليش لابسه هذه الملابس يا العنود؟ وانت ليش لابس بدلة فرحنا يا استاذ درغام؟ قمت من النوم لقيت البدلة علي. تعال معايا نشوف الاولاد ايش لابسين هم كمان. ماما، بابا، هذا صوت بنتي رزان. رزان فينك يا بنتي؟ انا هنا فوق يا بابا. ايش بتسوي فوق عندك؟ هاي ماما. بابا، ايش اللي صار؟ الجيران اتصلوا بنا واخبرونا ان الاستاذ ينام في الحديقة مرتديا انسانا اليا. اتمنى الا ترتدي انسان الي ثانية. انا اصلا ما ابغى اكون انسان الي. مو هذا صوت فلافيلو؟ ده ما فيش هوا هنا خالص. ايش بتسوي هنا يا فلافيلو؟ امبارح بعد ما خلصت اللعبة قلت اروح بقى. ها؟ بس ما روحتش. اصل بصراحة اللعبة عجبتني قوي، فقلت اقعد العبها تاني، وبعدين نمت على الكنبة. قصدك جوا الكنبة؟ لا طبعا عليها، بس صحيت لقيتني جواها. يبقى الكنبة جالتني يا درغام. ايش في يا جماعة؟ ايش الاصوات دي؟ ليث ابني، قل لي فين صحيت اليوم يا حبيبي؟ صحيت فين؟ في غرفتي على سريري عادي زي كل يوم. انتوا ليش لابسين كذا في الصباح يا بابا؟ كلنا صحينا ملابس غريبة وفي أماكن غريبة ما نعرف ليش. جدك صار إنسان آلي وأنا كمان صحيت بالبدلة. وين الكنبة كلتني يا ليث؟ تفتكروا في حرامي دخل في البيت؟ لو كان حرامي كان سرق شيء، لكن ما في شيء انسرق. حاجة تجنن، شيء مرة غريب، حاجة غريبة اللي قاعدة تصير. عنود، صحينا مرة تانية بنفس المنظر. انتبهت يا ضرغام. هاي تاني يا ماما. صباح الخير. تاني لابسين كده؟ أنا برضو نمت عندكم تاني عادي. أنا مرة طفشت من هذا الموضوع يا ضرغام. فكر يا ضرغام فكر. جاهز نفكر سوا؟ إيوة، أنت جاهز؟ جاهز.
هذا الموضوع ما يحله غير المحققان العظيمان. لو في سلطة زبادنا كلها. آسف، المحققان العظيمان. مرة تحمسنا بس ماني عارف إيش رح نسوي يا فلفيلو. دقيقة واحدة، إحنا لو حطينا كاميرات في كل مكان حنعرف إيش اللي بيصير وإحنا نايمين. 95. ماني فاهم إيش اللي 95. حاسس كده يعني إنه ممكن يكون رقم خطة. تمام، إحنا الحين رح نتفرج على كل تسجيلات أمس. ما أنتم طبيعيين ها ولابسين نفس الملابس، هذا مرة غريب. ها؟ دقيقة بس كده، شوفوا اللغز بينحل، أحد دخل الغرفة. ليث؟ ابني؟ ليث هو اللي بيسوي كل ده فينا؟ يليوي، الكنبة ما كلتنيش. ما يصير كده، إحنا لازم نوديك لخبير نوم يا ابني. خبير نوم؟ هذا أكيد مرة غالي، بس في واحد أعرفه جنبنا مرة رخيص، نودي له هو. لا تمزح يا درغام، لازم نوديه لأحد شاطر وفاهم. طبعاً عزيزتي، هذا الرجال فاهم وشاطر جداً. عايزين فلوسنا. مكتوب عندك اعتناء بالمريض، والاعتناء يعني التدقيق والاهتمام بالمريض. فهمت، يلا بينا ندخل. كسرت الباب باعتناء. مو معقول كده، خنقتني يا أخي. هو فين راح؟ يا ريت بس الدكتور لا يفاجئنا باختراعاته الجديدة. استنوا عندكم. جاء عم المخترع. بفضل اختراع الجديد هقرا أفكاركم وهعرف بتفكروا في إيه بالظبط. نبدأ ببودان. قصده عليا. بتفكر في ايه؟ بتفكر في بقلاوة بالعسل. عارف بفكر في ايه؟ بجد انا عرفت؟ ايوه طبعا، هو ازاي عارف كده؟ خليك من هذه اللعبة يا مخترعنا، ابني هذا بيمشي وهو نايم ومو عارفين ايش نسوي معاه. انقذوا المريض اللي مستنيه، هاكل معاه واغديه. وشعري انا كويه وابن عمي احلم بيه. حلوه. انا كنت مستني حد اجرب عليه اختراعي الجديد، وانتوا جيتوا لحد عندي. يلا تعالوا ورايا. بصوا يا جماعه، الموضوع بسيط، انت تقعد على الكنبه دي وانتوا اقعدوا على الكنب اللي قدامه. برافو، كله يحط الطاسة على دماغه بسرعة. يلا. بتعمل ايه دي؟ ما بتتاكلش. اسف، سمعتك بتقول لازم كله يحطها على بقه. التصدي دورها تدخلكوا في دماغ ليث، وساعتها بس هتقدروا تعرفوا بكل بساطة ايه اللي ماشي في دماغه غلط. طيب وكيف هنعالج مشكلة انه بيمشي وهو نايم؟ هتفهموا لما تروحوا هناك، وانا هتابعكم هنا على شاشة الاحلام. ايوة بقى، هندخل حلم. بقول لك ايه، شوف لنا كده حلم يكون مليان كفته وبقلاوه. يلا كله ينام حالا. يلا بقى غمضوا عينيكم بسرعه. مش جاي لي نوم خالص، ماليش دعوه بقى، مش هنام. شوف يا فلافيلو، لو نمت هجيب لك مهلبيه بالموز. لو ما جبتليش المهلبيه هخصمك. حلو قوي، كله نام، يبقى ده وقت البداية. 3 2 1 أكشن. هو ايه ده؟ هو احنا كده بقى المفروض في حلم ليث يا درغام؟ ايوه فعلا شكلنا كده. الو، انت سامعني؟ الو، ايوه سامعينك. حلو قوي، دلوقتي ليث لسه ما نامش، عشان كده الدنيا متبهدلة خالص. كمان شوية لما يروح في النوم الدنيا هتهدى خالص. الحق يا درغام، مش دي عربيتك برضو؟ انظر يا عرفان، هذا سائقك. افهم يا فلافيلو، هدول شخصيات في حلم ليث مو حقيقيين. افهم يا صديقي أرجان، هؤلاء مجرد شخصيات في حلم ليث وليسوا حقيقيين. ازاي؟ مين فينا اللي في الحلم، انتوا ولا احنا؟ مؤكد انتم في حلمنا. انتوا لا تمزحوا، انتوا دحين موجودين في حلمنا احنا. يا ماما انا خايف قوي يا درغام، مين في حلم مين؟ مين فينا حقيقي؟ صحيني. اهدى شويه يا فلافيلو، امسك نفسك شويه، هدي صاحبك وفهمه يا درغام، لو فضل متوتر كده هيتلخبط خالص. كيف يعني هيتلخبط؟ فهمني ايش قصدك بالضبط. لو انا حلم وهم حلمي بقى كلنا هنا حلم، احنا مش حقيقيين؟ راسي متلخبطه خالص كانها بتتحرق.
مش قلت لك او صاحبك اتلخبط خالص؟ ايش ده فلافيلو؟ ايش اللي صار لك؟ ايه اللي حصل لي؟ ليه بتبص لي كده؟ ولي فلافي اسمع لبن رص اسمع لبملك نروف لي بالعجرز يعني ني قاعد في مد ملك. انتوا دلوقتي بتتكلموا بالعكس، لو عايزين ترجعوا لطبيعتكم لفوا الشاشة يلا زقوها. عرس بفلن الله فلن الله يري فلف. تمام، أوه، رجعنا طبيعيين فعلاً. واحد، اثنين، ثلاثة، تست، أنا طبيعي. أيوة يا فلافيلو، أسكت شوية. ألو، ألو، يلا قل لنا، إيش نسوي الحين؟ هتلاقوا أنبوبة عندكم مكتوب عليها حزن. دقيقة واحدة، حدور عليها. لقيتها. غريبة، الأنبوبة فاضية خالص، المفروض تكون مليانة، عشان في العادة المشي أثناء النوم بيبقى ليه علاقة بالحزن، بس ليث وضعه مختلف، أكيد في سبب تاني لمشي وهو نايم. أنا ما أعتقد أبداً يا دكتور إن ليث ابني حزين، إحنا في الأصل أسرة سعيدة. يا ترى يا دكتور إيش سبب مشي وهو نايم؟ هي المراتب دي موجودة هنا ليه؟ هادي مرتبة ليث. أوه، أنبوبة الخوف مملية على الأخير. يبقى هو ده سبب المشكلة. أنا ماني فاهم، يعني هذا هو السبب اللي بيخلي ليث يمشي وهو نايم يا دكتور؟ لسه مش متأكد، بس أنبوبة الخوف طالما مليانة يبقى في مشكلة. ليث بيخاف من الظلمة عشان كده أنبوبة الخوف مليانة. بس دي مملية على آخرها، يا ترى يا دكتور كيف حنفضيها؟ للأسف ما بتتفضاش بسهولة، بس لو مليتوا أنبوبة إحساس تاني ممكن المشكلة تتحل. املوا أنبوبة الشجاعة. ماذا تفعلون هنا يا شباب؟ هل ما زلتم في حلمنا؟ لا تقلق، إحنا كمان مو طايقينكم، إحنا جايين نملأ أنبوبة الشجاعة ونمشي. ليس سهلا ملؤها. ليش كده؟ هل ترون الغطاء هناك؟ هذا عليكم فتحه لكي تسقط الكرات داخل الأنبوبة. بس هذا مرة بعيد، كيف حنطلع؟ استخدموا أدمغتكم قليلاً، عليكم استخدام خيالكم. صحيح، إحنا في حلم فلافيلو، فلافيلو. أمرك فندم. مو إحنا الحين في حلم ليث؟ تمام. طيب، لو اللي إحنا فيه هذا حقيقة، مو حلم ليث ابني، ولو حياتنا الحقيقية هي اللي حلم. درغام، درغام ما تقولش كده، دماغي حتفرقع. إيش حنسوي لو خرجنا من هنا من غير ما نساعد ليث في مشكلته؟ شغل خيالك يا أخي. درغام، دماغي بقت بتوجعني قوي، شوف لي حاجة تانية هتحصل لي. درغام الحاري يا درغام، أنا بقيت مصاصة. تمام، أنا أبغاه كده بالضبط يا فلافيلو. لا تقلق، أنا ماسكك كويس، لا تخاف، وإحنا لازم نفك الغطا الحين. يلا يا فلافيلو فك الغطا بسرعة، خلص بسرعة. تفضل. ايه؟ أخيرا سويناها، نجحنا، ابني ليث حيكون مليان شجاعة. ويهو. إيش؟ خلاص؟ خلصوا كده؟ للأسف الموضوع عايش شوية وقت، هنضطر نستنى. بس أنا ما حقدر استنى، أنا ما أبغى كل يوم أصحى لابس لبس غريب. مش كل حاجة عايزها تقدر تعملها. مالي شغل، هحققها وما أحد أبداً يقدر يوقفني. معلش، للأسف مضطر أسوي كده. يلا. ايه؟ انت بتعمل ايه؟ أنا أحاول أنقذ ابني ليث. أيوة، هو ده الأكشن اللي بدور عليه. يلا بسرعة أجري يلا. ويهو. ما حد أبداً رح يخوف ابني مرة تانية. مش معقولة، هزمت الخوف، نجحت يا درغام، انتوا نجحتوا. إيش ده الحلم العجيب اللي شفته؟ نجحنا؟ نجحنا! ياي، ما بقتش مصاصة. شكراً يا بابا، أنا كده ما راح أخاف من الظلام مرة تانية. كده يا ابني حلينا مشكلتك خلاص. بس أنت ليش كنت بتلبسنا الملابس هذه؟ هذا إبداعي ولمساتي الفنية اللي بتظهر في كل شيء يا بابا. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا بنتي، شي مرة حلو إننا نصحى من النوم طبيعيين. ليث بطل يلبسنا ملابس غريبة وإحنا نايمين. الموضوع خلص، ممكن تناموا بدون أي قلق. كل شيء رجع زي ما كان، إيش رأيكم؟ وحينها قلت له أنا، أنت لا تعرف مع من تتحدث، أتصدق؟ آسف، أتخيل أننا جئنا بالخطأ. هيا بنا نذهب، هيا.
درغام بيحصل لي حاجات غريبة قوي. كيف؟ ايه ده؟ ها؟ ها؟ آخر ثواني في الماتش، الوحيد اللي يقدر ينقذ الفريق هو طبعاً اللاعب رقم واحد فلافيلو. هو أنا عملت إيه؟ كله بسببك. شوفوا بقى يا أولاد، أنتوا عارفين إن حارس المدرسة عمكو فلافيلو كسر السلة وبعدين حاول يصلحها بذكائه وبرضه معرفش في الآخر يعمل حاجة. المهم على ما تيجي بقى السلة الجديدة، حصة الألعاب بتاعتكم هتبقى هنا في الفصل، إيه رأيكم؟ يعني نلعب في الفصل يعني؟ مضطر أديكم شوية واجب تعملوه علشان أملى وقت الحصة. أنا أصلاً ما بفهمش غير في الكورة ومليش خالص في موضوع الواجبات. ولا أنا بفهم. ممكن تسكت؟ طيب حاضر. أنا عندي فكرة حلوة، الواجب يا ولاد هيكون عن أكتر رياضة محدش يعرفها خالص في العالم كله. الطالب اللي هيوصل لأكتر رياضة مش معروفة هيكسب 100 نقطة. يلا بينا. يلا بينا. هيا 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 هوبا. يلا بينا. سيبكم المسابقة دي دلوقتي يا جماعة، أنا لقيت على الإنترنت معلومات عن أقدم رياضة موجودة بس في مغارة تيبو. حلوة قوي، هتصل ببابا وأقول له إن إحنا لازم نروح تيبو قريب قوي قوي. المئة نقطة دول بتوعي، ابعد من قدامي. بابا بابا بابا، درغام في طفل في الصالون بتاعنا. كيف شكله؟ ما عرفش، مش قادر ابص. بابا بيقول بابا. اكيد حد فينا ابويا فلافيلو. مش انا، اكيد هذا ابني انا. بابا انا راح اروح تيبو. اوكي مع السلامه. طيب انا راح اروح. طيب مع السلامه. راح اروح تيبو واتعرف على اقدم رياضه في العالم عشان هذا واجب للمدرسه. ها؟ اللي راح يوصل لأقدم رياضة راح يفوز بمئة نقطة. ها؟ أنا قلت لماما وهي قالت لي خلي بابا يوديك عشان بتغسل الصحون. ممكن لو سمحت توديني تيبو؟ ها؟ شكراً، نتقابل الساعة 7. فرحان إننا حنروح تيبو. أعتقد إحنا في مشكلة كبيرة. تعبت قوي، احنا مش هنوصل بقى. احنا تونا طالعين من البيت. كويس قربنا. المشكله ان السياره لساتها في الصيانه وبالطريقه هذه ما راح نوصل تيبو ابدا. وانتوا بقى رايحين على فين يا شباب؟ نتفسح. نتفسح ايش بس يا عمو، احنا رايحين تيبو ومدينه تيبو هذه موجوده في شمال المدينه. انتوا كمان رايحين تيبو؟ شوف الحظ واحنا كمان رايحين. اتمنى لكم رحله سعيده يا شباب، يا دوب توصلوا بعد سنة. يا بابا احنا كده فعلا ما رح نوصل قبل سنة، واصلا مو عارفين كيف رح نوصل. استنوا، انا بقى ممكن اوديكم على تيبو مقابل كرتونة بسكوت واحدة بس. وانت تعرف تيبو من فين يا رستم؟ اوه، رحتها بالعجلة في شبابي عشان كنت محتاجة تنور شوية. ها، وعلى كده تنورت؟ خالص. رح نعطيك كرتونة بسكوت بس محتاجينك تورينا كيف نروح تيبو. هتمشوا من هنا هتلاقوا تيبو قدام، بعد سنة مشي بالظبط تقوموا داخلين يمين. رستم بهزر بهزر. لازم تلاقوا عجلة قبل أي حاجة. ماشي. ايش هذا يا رستم؟ هادي دراجة هادي؟ دي ممتعة جدا ومش متعبة فعلا خالص ومريحة على الآخر. صار لنا 8 ساعات ماشيين، يا ترى احنا وين؟ رجعتوا بسرعة جدا. ماما؟ احنا قاعدين نلف حوالين نفسنا. تقريبا ما كانش المفروض الف من الملف الأخير ده. اوه. طيب أنا عندي طريقة نروح فيها تيبو. فلافيلو جيب الخريطة واعطوني قلم أحمر حالا وتعالوا. شوفوا، عارفين لما في الأفلام بيقوموا رسمين خط أحمر كده وبعد ما يلفوا كتير في الآخر يوصلوا للهدف؟ وإحنا هنبدأ من بونتفول ونمر من هنا وهنا 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 وفي الآخر نوصل تيبو. أنت بتقول أي كلام على فكرة يا درغام، وأنا مش مصدق الكلام ده. أوه، إيش يا رستم باشا؟ كنت بتقول شيء؟ أنا مش مصدق، إحنا في تيبو.
تيبو، كيف رح نلقى الحين أقدم رياضة في العالم؟ لا تقلقوا، ما رح نلاقيها، هي اللي حتلاقينا. صدقوني بيصير كده في الأفلام. شت، أنت يا فيل، أراك في الخارج بعد دقيقتين، ولتكن بمفردك. ها؟ هو بيقول لي أنا؟ بس أنا مش فاهم هو ليه قال لي يا فيل، أكيد كان قصده على حد تاني. أوه، إيه الشطارة دي؟ لن نترككم تعرفون أقدم رياضة. قرصان هو من خطط لكل هذا. أوه، آه، رأسي. ها، أسرع يا طمان، يلا نهرب. أنت جامد قوي، الحركة دي حلوة. يا فلافيلو، أنت لقيت أقدم رياضة في العالم؟ أنتوا بقى يلي بتدوروا على أقدم رياضة بالعالم؟ يلا تعوا وراي لنشوف. طيب بص بقى يا جدو، احنا جينا عشان نعرف معلومات عن اقدم رياضة موجودة في العالم، وانت اللي هتعرفنا عليها علشان لازم اخد المية نقطة كلهم. انتوا جايين مشان نفس السبب. ها درغام، فلافيلو، انتوا وصلتوا هنا ازاي؟ فعلنا كل ما بوسعنا لايقافهم ولم نستطع. ما في حدا بيتعلم كل شي بسهولة، الكل لازم يمرق بالامتحان. اختبار ايش؟ طالما انتو الاثنين جايين وبتكون تعرفوا اقدم رياضة، يبقى لازم نعمل لكم بالاول امتحانات. هو ليش يعني يتكلم بهذا الشكل؟ ولا يمكن هذه طريقة الحكماء؟ ما عرفش يا درغام، ما تسألنيش، انا حاعد شوية عشان تعب. هلأ انا طالب منكم انكم تهدوا، بس صفوا ذهنكم وفضوا عقولكم تماماً، لأنه أنا بقدر أقرأ اللي جوا عقولكم، واللي عقله بيفكر أنا بعرفه، ولما أعرفه بدي رسبه. يعني لازم أفضي عقلي تماماً؟ خليك واثق يا ليث، وإياك تقلق، لا تفكر في أي شيء، وتعلم من عمك فلافيلو إزاي تفضي عقلك كله. أيوة، دايماً فاضي. بدي إياكم تبلشوا فوراً. شايف بسس تنط، دواليب بترقص، سمك بشوارب، ماني قادر. شايف فردة قزمة، تفاحة متاكلة كلها، وفاكهة جميلة قوي، كلب البحر، ودي تفاحة كاملة، زبادي فواكه. وهلأ بدي اياكم تحسوا انكم بالفضاء. الفضاء، الفضاء. ألف مبروك يا شباب، انتوا فعلا قدرتوا تنجحوا انكم ما تفكروا. يعني مين كسب؟ هلا انتوا الاثنين متعادلين، يلا على الامتحان اللي بعده. زبادي خلاط. يا ترى انتوا سامعين المي وصوت الريح وزقزقه العصافير؟ كل هدول عم بيحكوا معكم، لازم تتعلموا تسمعوا كويس. وهي الرياح دي بتتكلم؟ لازم تتعلم تسمع قبل ما تبتدي تحكي، لازم تسمعوا لنفسكم. وهلأ رايح اتخبى، واللي بده يلاقيني بده ياخد هالجايزة. ياه، هادي طلع مكتوب عليها أقدم رياضة في العالم، ده آخر امتحان. بس بده يلحقكم تنين جوعان كتير كتير، إله أسبوعين ما أكل ولا شي. ومن حقي اخد الجايزه. هات،
هيك الجائزة بتكون من نصيب هالولد لأنه سمع صوت ضميره وأنقذك. ايه تفضل. ها؟ عشاني؟ ها؟ ازاي؟ أنا اللي غلبته. دي جايزتي، هات الجائزة، دي من حقي أنا لوحدي. بس أنت بتحكي كتير، لازم تفكر أكتر من هيك. أنا متشكر جداً. التفكير؟ بس أنا كنت بدور على أقدم رياضة في العالم. لما تكون في رحلتك وبتدور على شيء معين احتمال إنك ما تلاقيه، بس الشيء المؤكد إنك بتلاقي نفسك بتتعلم شغلات مهمة ويمكن تكون أهم بكتير من الشغلة اللي كنت بتدور عليها. وهذا بالضبط اللي صار هلأ، أخذت قرارك بعيد عن المسابقة، واللي فرق معك بس إنك تنقذ رفيقك، وهيك تبقى أنت الفايز الحقيقي. ألف مبروك يا ابني، ألف مبروك، عن جد بتستاهلها. عرفت إيش هي أقدم رياضة بالعالم؟ طمني بسرعة. لا ما عرفت، بس تعلمت إني أفكر بطريقة صح، وهذا بالنسبة لي أهم. إيش دا؟ أنت صرت تتكلم بغرابة زي جدو الحكيم؟ المهم يلا نروح من هنا يا جماعة عشان مليت. زبادي بالفاكهة طعمه حلو. شوفوا ايش على الانترنت؟ مكتوب على الانترنت كلام عن الملاهي الجديدة، فيها أحسن قطار سريع في الدنيا كلها، أنتم لازم تجربوه يا جماعة وما تضيعوا الفرصة. عايز بصراحة أركب القطر الكوكي المكوكي يا درغام، عايز أغيث صحابي اللي معايا في المدرسة. خلاص وصلنا. أهلاً، حنا نبغى نجرب كده القطار السريع الجديد اللي عندكم هذا، نبغى 3 تذاكر. 300. ايش كيف يعني؟ ايش كيف هذا يعني؟ كيف يعني كيف؟ كيف 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 كيف؟ هذا مزح، بالفلوس هذه نروح المريخ بالقطار ونرجع. ايوه نسافر المريخ بالقطر، القطر الطاير. احنا ممكن بالفلوس هذه يعني نسافر عبر الزمن من جد. ايوه بسرعه الضوء السريعه دو نوصل للمريخ. اذا هيا، لا اريد تعطيلكم، تفضلوا. طيب يلا رح نمشي. بس أنا أبغى أركب القطار هذا. تمام، جيب 300 دنقل. طبعاً الكلام سهل. بس أنا ممكن أركبكم قطر مدهش قوي، أحسن من القطر السريع ده اللي في الملاهي. أنت بتتجسس علينا رستم باشا. لا، وداني هي اللي سمعتكم بالصدفة. سمعتنا بالصدفة. تفضلي صدق انتي نورتينا وايد اليوم. طالما كده نعزم ودنا حضرتك على الشاي. طيب فين هذا القطار المدهش؟ ايدك على البسكوت. تمام، خد البسكوت. تمام، ده بسكوت مظبوط. تعالوا ورايا. مو هذه محطة قطار قديمة؟ ايوه، وصديقي الميكانيكي عايش هنا من زمان جنب القطر. ايش ده؟ هدول بيحطون القطارات القديمة هنا، القطار هذا لا يمكن يتحرك ابدا. مين قال انه ما بيتحركش؟ اهلا يا جرو. رستم باشا خير، مين دول؟ دول اصحابي من زمان جدا. بس انا ما اعرفكش. اصحابي عايزين يركبوا قطر سريع فجبتهم لك على طول. شكلك جبتنا على الفاضي. على الفاضي؟ انا الميكانيكي الراكون جرول. روك اند رول؟ لا الراكون جرول. بقى انتوا عايزين قطر سريع، خلاص سيبوها لي. انا من رايي تجربوا الموضوع. طيب ماشي، طالما انت مره واثق كده. اتفضلوا البسوا دول. حلو قوي. يلا كله يمسك كويس، اسرع قطر في العالم هيتحرك. معقول احنا ماشيين بسرعه قوي؟ انا مش قادر. اتريق براحتك، لما الفحم السبيشال ده يولع هتشوف. الطريق قدامنا بيخلص، ايش حنسوي دحين؟ ما تقلقش خالص، احنا مش هنحتاج طريق لرحلتنا دي. اوكي. آه!
بقتش فاهم أي حاجة. إيه اللي بيحصل؟ هذا شكله شارعنا، إحنا بنرجع بالزمن. بس جده أبو السباع لسه عجوز. عشان جدك عجوز يا ابني من زمان. مفيش واي فاي هنا. إنترنت إيش دحين يا فلافيلو؟ السنين هذه ما فيها إنترنت ولا حتى فيها تليفون. الفضاء، حنا ليش جينا الفضاء؟ الأرض بتلف، ما بتفضلش في مكان واحد، دي بتروح أماكن كتيرة جداً وهي بتلف في الفضاء. يعني كل أفلام السفر في الزمن كانت بتكذب علينا. أبو السباع، إيش اللي جابه هنا هذا كمان؟ بصراحة جدكو ده غريب قوي، عاوز أعرف إزاي كان كده. ها، امسكوا كويس. أيوة، وصلنا لآخر محطة. مو مصدق، يا ترى قد إيش رجعنا في الزمان؟ عن نفسي عارف الحفرة اللي في الأرض دي، إحنا قبل أسبوعين تقريباً. كلام مش مظبوط، دي مش حفرة في الأرض، دي أثار رجل ديناصور. أوه، ده بيلبس مقاس كام؟ أنا بلبس مقاس 149، يبقى الديناصور يلبس 150. أوف، شوفوا، دي شجرة بسكوت قديمة جداً. ايه ده؟ يبقى البسكوت كان بيتزرع ويطلع على الشجر. ما ينفع تاكل اي شيء هنا. هيحصل ايه يعني؟ يا ماما. يلا نهرب قبل ما نتاكل. ساعدوني ارجوكم. ايه بعد ما تلمسش جزمتي؟ لحسن تكبر هي كمان، مش ناقص. كفايه فسحه، يلا بينا بقى علشان نرجع. ايه ده؟ ازاي؟ ده مستحيل. ايش في؟ ما فاضلش فحم من السبيشال بتاعي. يعني خلاص هنفضل هنا للابد؟ انا دماغي كبرت. استنوا، اهدوا دقيقة، لو وصلنا للسرعة المطلوبة احنا ممكن نسافر عبر الزمن. ايوه، زي الفيلم بالضبط. ممكن نجرب. ارجع ورا وزقه جامد، نزقه على المنحدر عشان نبقى أسرع. يلا يلا دفوه. يلا زقه جامد. يلا يلا، ما تلمسنيش بدماغك الكبيرة يا رستم باشا. كفاية يا فلافيلو. تمام، خلاص بقى أسرع، يلا اركبوا. لازم نوصل لسرعة 88 كيلو في الساعة. كده بناخد مخالفة. أنا خلاص ما بقتش شايف حاجة. فاضل شوية، إحنا ماشيين على سرعة 80. إحنا هننجح. أيوة لازم ننجح. أمن عليا يا رستم باشا. أنا ما بقتش عارف أفتح عيني من كتر ما وشي كبر. أنا مش شايف حضرتك مين. أمرا، هذا هو الماموث اللي أنقذنا. شكلك جد 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 نفخ دماغك ملوش علاقة. جد 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 جدي ده ولا إيه؟ بابا. إيه بابا دي؟ ابن فلافيلو، لا تطول هذه المرة. ابن حفيدك يا جدو. هبا. خلاص، لا تدف، رح نمشي. هبا. اوه، اكيد ده بيت جد 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 جدي، ده حلو قوي. ويا ترى ايش الحلو فيه؟ هذه قطعة حجر وفي رسومات مرة غريبة على الجدار،
وما في أي شيء تاني. أيوة، غير إن جدي مفاجأة، رجل كهف. طبعاً أنت غيران جداً. الموتور اتدمر خالص وما فيش فحم، وخايفين نطلع برا من الوحوش الخطيرة. مستنباشة وجهها زي البالونة. أنت مين؟ اسمك ايه؟ انت هنا، هنفضل هنا لاخر يوم في حياتنا. جدي ما تتعبش نفسك، شوف ولاعه بتولع. بتعمل ايه انت؟ شكلك كده عاجبك شرابي. هذا معجب بيك يا فلافيلو عشانك ولعت النار بسرعه. بغير كده يا جدو، ارجوك سيب رجلي. الحقيقة أنا كنت بشوف في الأفلام التسجيلية رسومات رجال الكهف، لكن أول مرة دحين أشوفها في الحقيقة. يلا ارسمني يا جدو وطلعني كيوت. دقيقة واحدة، اللي حقوله هذا يا جماعة ممكن يبان غريب، بس حيروحونا. مش هنروح، الموتور بس خلاص، ما رح نحتاج له. إحنا أكيد محتاجين الأقلام الحجر. ليش يعني؟ الأقلام هذه آلة زمن، ليش تبغاها؟ أيوة، أصلاً الأقلام ماكينات زمنية، جيبوا أقلام حجرية كثير على قد ما تقدروا وتعالوا. أنت متأكد؟ يا ابني استنى لا تجري. هو هيعمل إيه بالظبط؟ استنوا، استنوني فلافيلو، خد إيدي، أنا مش شايف أي حاجة. يلا يلا تعالى من هنا. أنت شكلك غريب أوي. شوفوا، أبو العينين راح ينقذنا. انت ليش كتبت كده؟ مدام حنا في الماضي، يعني اللي راح نكتبه راح ينشاف في المستقبل، يعني الدكتور أبو العينين راح يشوفها ويسوي آلة زمن وينقذنا. لو هذا شارعنا يبقى لازم نكتب في كل مكان يا جماعة عشان يعرفوا إننا موجودين هنا. يا بهوات، الحفرة فاضية. حنا لازم نكتب قبل ما يرجع الديناصور. مش عارف ليه ما بيجيبوش الجوابات على البيت. أبو العينين؟ هم ليه كاتبين اسمي؟ الدكتور أبو العينين هينقذنا، إحنا محبوسين في عصر الديناصور ضرغام؟ إيه ده؟ أبو العينين، أبو العينين، قل لي ما شفت أحد منهم؟ يا دكتور مو لاقينهم من أمس. لا لا، ما شفتهمش خالص، هو ضرغام اللي كتب ده. أنا ما أدري، وكمان في شيء مكتوب هنا. إحنا في عصر البسكوت بيطلع على الشجر، فلافيلو. هدول كده مرسلين لك رسائل، أكيد سووا شيء غريب تاني يا دكتور. مش معقول، دول كده يبقوا أكيد سافروا للماضي. أنا رايح للمعمل. أنا تعبت مرة، كتبت في كل مكان. كم دول؟ مش شايف. طب ودول؟ قلت لست أدري يا عم أنت، أنا ماشي، صحابي لا يعتمد عليهم البتة. ايه ده؟ ايه اللي وقع على راسي؟ الحقوني. رجلك. دحين احنا انتهينا. راسي اتعدلت، لعاب الديناصور خفف لي راسي خالص. ايوه، مره حلو كده، خلاص كله انحل. على فكرة حنا في معدة الديناصور. أخيراً، أخيراً لقيتكم. الدكتور وصل. هاي، يلا تعالوا اركبوا بسرعة. بني وآلة زمن في نفس الوقت، حاجة ذكية جداً. هو أنت ليش تأخرت كده؟ يعني مش كفاية إن جيت في الوقت المناسب؟ ده أنا بدور عليكم بقالي أسبوعين وأكتر. عندك حق، آسف. مشكور يا دكتور، أكيد اللي في البيت قلقوا مرة. طيب يلا نرجع البيت بسرعة. إحنا جبنا ده بالغلط معانا. يا جماعة ساعدوني شوي عشان أقدر أرجعه. جد الكبير، جد الكبير، جد الكبير، جد 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 جد. باي باي. يبدو أني نسيت ولعتي مع الماموث، الزمن هيتغير خالص. ¶¶